أخبار اليوم هذا مثل هذا. نعم. والهمزة سيناريو الشوط الثاني ماذا تتوقع للشوط الثاني؟ I think they will start probably ربما سيبدأون الشوط الثاني بنفس التشكيلة غير أن النصر سوف يكون أكثر ميولا للهجوم وربما يبذل المزيد من الجهد للسيطرة على الكرة والاحتفاظ بها وربما يكون أكثر هجوما في الشوط الثاني. نعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله يحيي الجماهير الرياضية التي حضرت لهذه المواجهة والتصفيق الحار من جمهور الناديين لهذا الرجل الكبير. نستمع الآن أيضا متابعينا الكرام إلى السلام الملكي